السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. سنناقش فيها أهمية استمرار العمل الإغاثي والإنساني في مختلف الظروف. خمس سنوات من الانقلاب والحرب، لعل أبرز تداعياتها موجات النزوح التي شهدتها مناطق الصراع المسلح. الأرقام الرسمية تتحدث عن 3 ملايين نازح، منهم 800,000 هاجروا خارج الوطن، إلا أن الأرقام الحقيقية من مصادر غير رسمية تقول أن الرقم أكثر من ذلك. وبينما يستعرض الإعلام التابع لدول التحالف أرقاما فلكية عن حجم ما تم تقديمه، ورغم ما تنشره المنظمات الإنسانية الدولية عن أعمالها الإغاثية في اليمن، إلا أن فجوة الاحتياج الإنساني ما تزال كبيرة وفي اتساع. وفي خضم المستجدات السياسية والعسكرية التي حدثت منذ 10 أغسطس الجاري في عدن وما حولها، وخروج الحكومة وتعطل أهم مؤسساتها، وتراجع أيضا الاهتمام وغاب الحديث عن الجانب الإنساني، وهو أمر ينعكس مباشرة على الاستقرار المعيشي والصحي والنفسي لعشرات الآلاف من النازحين في هذه المناطق. حول هذا الموضوع سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة الحديدة، نائب رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة الحديدة عادل مكرشب، وعبر الهاتف من العاصمة عدن منسق عام الإغاثة نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة السيد جمال بالفقيه. إذن نبدأ مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، منسق عام الإغاثة نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة السيد جمال بالفقيه. سيد جمال، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد جمال. لوحظ أن الأحداث السياسية والعسكرية مؤخرا طغت بشكل كبير على الجانب الإنساني، ما طبيعة العمل الإغاثي في ضوء ما حدث، وهل لا زال العمل الإغاثي مستمر في ظل الأحداث القائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألو؟ نعم تفضل. ألو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن العمل الإنساني والإغاثي من 5 سنوات لحد الآن هو بيستمر في آليات مختلفة، وخاصة عن طريق المنظمات الدولية. نعم. والحقيقة المنظمات الدولية هي نحن لا نعول عليها بشكل كبير، فالتحالف العربي هو يقوم كثير في المناطق المحررة لتقديم المساعدات بشكل كبير، وخاصة في الآونة الأخيرة، خاصة الأحداث الكبيرة كان مركز الملك سلمان والإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالهلال الأحمر الإماراتي قدمت كثير من المساعدات في خلال الفترة الماضية. إنما بالنظمات الدولية هي تعمل حسب آلياتها حسب شركائها، هي لا تنسق مع اللجنة أو الإغاثة. هي طبعا هي الدور الأساسي في اللجنة والإغاثة هو التنسيق ما بين المنظمات الدولية وما بين الأماكن اللي فيها الاحتياجات، لكن للأسف المسار الإغاثي في المنظمات الدولية هي لا تلجأ إلينا عندما تمر عمل الإنسان الإغاثي عبر شركائها. نعم، بالنسبة لما حدث مؤخرا سيد جمال، يعني مغادرة الحكومة للعاصمة المؤقتة وأيضا تصاعد الأحداث وصولا إلى شبوة، هل أثر هذا الأمر على عمل المنظمات التي تحدثت عنها وأيضا على العمل الإغاثي والإنساني بشكل عام؟ العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام هو بيمر طبعا نحن في اللجنة العليا للإغاثة هو دورنا التنسيقي، فالعمل هو في خلال الفترة الماضية يقوم بالعمل الإنساني والإغاثي خاصة في المناطق اللي هي في محافظة عدن بشكل عام وإقليم عدن، اللي هي الهلال الأحمر الإماراتي قدم كثير خاصة في فترة العيد، في فترة قدم إغاثة سواء كان كسوة العيد أو بعض السلع الغذائية قدمها لكثير من المحتاجين، لكن المنظمات الدولية هي غايبة من فترة طويلة، هي لا غير متواجدة في عدن، حتى غيابها ما يمثل لنا شيء، انما وجود مكاتبها الحقيقيه خارج منطقه عدن هي اصبح وجودها داخل محافظه عدن هي بتقوم باعمال اغاثيه لكن لهم بالشكل المطلوب، وبهذا يجب ان شاء الله في المستقبل ان يتغير مسار العمل الانساني والاغاثي، يكون في عمل احسن وفي عمليه اغاثيه تكون افضل من السابق. نعم. طيب سيد جمال، ما حدث في عدن وفي ابين وشبوه، يعني هل يضيف أعباء أخرى وإضافية على العمل الإغاثي والإنساني بشكل عام، يعني على عملكم أنتم وعمل المنظمات؟
لا طبعا بالنسبه للاحداث اللي حصلت فتره يعني الحياه تطبعت بعد العيش مباشره، ولا يوجد اي نزوح من المناطق التي هي تتحدث عنها، الكل متواجد في كل واحد في مدينته، والعمل الانساني الغافي يمشي بالوتيره مثل السابق، يعني لا نقصص اليه اي شيء. نعم، يعني لا يوجد تعطل لمصالح الناس وايضا لمصادر دخلهم، بالتالي ينعكس عليهم ويكونون بحاجه لتلبيه من قبل المنظمات واغاثه في هذه المناطق؟ لا لحد الان ما فيش حاجه بالنسبه لنا قدمت لنا في نداء استغاثه مثل السابق، نحن نقوم بالعمل الانساني الغاثي بالتنسيق مع المنظمات، إذا وجدت أي ثغرة موجودة نتواصل مع خاصة بالذات التحالف العربي يقوم بالعمل مباشرة بالتوجيه لتغطية هذا الفراغ. إنما بالنسبة للمنظمات الدولية لها آليات معينة في عملية التوزيع، خاصة برنامج العقد. نعم، بالنسبة للمنظمات سيد جمال، هل يعني هناك من خلال تقييمكم يعني رضا حول ما قدمته هذه المنظمات خلال الفترة السابقة وما تعمل عليه حاليا؟ نعم سيد جمال، هل تسمعني؟ نعم، يبدو أن الاتصال بالسيد جمال يعني انقطع الاتصال، سنعاود الاتصال به مرة أخرى، ولكن مشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة الجوف حول عن أهمية العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام، نتابع سويا. هناك قصور كبير من الجانب الحكومي في التخفيف من معاناة النازحين، والجانب الإيوائي أيضا في مختلف المناطق. أيضا على الجانب الآخر هناك قصور في الرقابة على المنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية على مستوى المشاريع التي تقدمها تلك المنظمات في إغاثة النازحين وإيوائهم. لا يزال الدور الحكومي في ما يخص النازحين ضعيف جدا، والدليل على ذلك وجود النازحين ومعاناتهم التي تتزايد كل يوم في مختلف المناطق. نحن نعمل في الجانب الإنساني من فترة طويلة، طبعا بمساعدة وتنسيق مع السلطات المحلية في هذا، في جانب الغذاء. أما أن الدعم يجي من الحكومة هذا ما قد عرفتنا به، بس فيه مساعدة من المنظمات، مساعدة من السلطة المحلية بالتسهيل الدخول المنظمات. الحكومة الشرعية الآن ما عرفت أنها قدمت شيء. في وقت الذي يقدم فيه المواطن الحر رأسه فداء لهذا الوطن، لا بد أن يتجد أسرته من بعده من يعولها، من يهتم بها، وإن كان في ذلك الحكومة الشرعية لا بأس بها، إلا أنه الجوانب الإنسانية الأخرى من النازحين، من المشردين، من الجرحى، من أصحاب الألغام، من الأسر التي تعاني في الساحل الغربي، الأسر التي تعاني في الجوف، في مارب، في كل منطقة نزحت إليها، لا بد للحكومة الشرعية أن تقف موقف العائل الذي يعرف أنه مسؤول بين يدي الله. وبهذا إذا عرف المسؤول أنه مسؤول بين يدي الله قبل الناس، اهتم بهم أبلغ الاهتمام وأدى ما عليه ولا يعذر، لا بد من تقديم المساعدات لهم. هناك الكثير من القصور الذي يشوب نشاط الحكومة الشرعية تجاه النازحين الذين هم بحاجة ماسة إلى الدعم والمنح من أجل أن يعيشوا بحياة أفضل في كافة المحافظات اليمنية المحررة، من ضمنها محافظة الجو، وأيضا في الساحل الغربي وفي محافظة مارب. الحكومة الشرعية نائمة، وحدة تنفيذية في وزارة في رئاسة الوزراء لا تؤدي دورها، أيضا الرئيس، أيضا وزير حقوق الإنسان لا يؤدي دوره كما يجب. كل الاهتمام الذي يقدم لهؤلاء النازحين مقدم من قبل المنظمات المدنية، وهذا دعم لا يكفي لحياة كريمة لهؤلاء النازحين الذين تركوا.
إذن مشاهدينا، هذا كان استطلاع من محافظة الجوف حول أهمية العمل الإغاثي والإنساني. والآن سنذهب لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية، نرحب به السيد عادل مكرشب. سيد عادل، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالحديدة، نائب رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا بك سيد عادل. يعني تحدثنا في حلقات سابقة كثيرا عن الوضع الإنساني في الساحل الغربي ومعاناة الناس في ظل النزوح المستمر من هذه المدينة، ونتساءل هنا مجددا ما هو واقع الوضع الإنساني في مخيمات النزوح لأبناء الحديدة والساحل التهامي في محافظات عدن وما حولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، نبدأ الحديث عن العمل الإنساني والإغاثي لنازحي محافظة الحديدة. نبدأ من الساحل مرورا إلى محافظة عدن. بالنسبة للوضع العام الذي يعيشه النازحون في المديريات المحررة في الساحل الغربي التهامي، صراحة وبصدق نقولها، وضع مأساوي كبير جدا يمر به النازحون، وخصوصا في هذه الفترة الأخيرة وضع مأساوي جدا، قصور كبير جدا لتواجد المنظمات الدولية والمحلية. العمل المؤسسي أو العمل التابع الرسمي للحكومة إلى الآن لم يرتقي إلى الشيء المطلوب، وبما يتواءم أو يتواكب مع العدد النازحين الكبير الذي يوميا تتوافد الأسر إلى مديريات الخوخة وحيس والتحيتا والدريمي. وحاليا كان قبيل تقريبا الأسبوع هناك أمطار شديدة جدا وهطول وسيول جارفة أدت إلى جرف العديد من المخيمات وانتشار الأوبئة والأمراض، وأسف على تأخري لحضور هذه الحلقة بسبب متابعتي إلى للإخوة في منظمة الصحة العالمية والإخوة في منظمة اليونيسف. حتى الساعة هناك عدد 14 حالة وفاة في مديرية الخوخة والتحيتة بسبب انتشار الأوبئة، حالات كبيرة جدا تتعدى 80% حالة اشتباه بالكوليرا. إجمالي الوضع وضع طيب. المنظمات التي ذكرتها سيد عادل، حجم المسؤولية سيد عادل، المنظمات التي ذكرتها ما مدى التجاوب إلى الآن؟ وبعد أن أطلقنا نداءاتنا للإخوة المسؤولين في الحكومة، تجاوب الأخ الدكتور الحسن علي طاهر محافظ المحافظة، والأخت معالي الوزيرة الدكتورة ابتهاج الكمال، وقدمت مخاطبات رسمية ونداءات للإخوة في منظمة الصحة العالمية واليونيسف والجهات المعنية بالمجال الصحي، لكن حتى الساعة لم يتم نزول أي فريق للتدخل الطارئ لحل المشكلة الموجودة الآن حاليا في الساحل. هناك كثير من المنظمات التي لم تفي بتعهداتها عند المناشدتنا السابقة فيما يخص هطول الأمطار والسيول الجارفة. لم إلى الآن المتواجدون معنا في الساحل لخدمة النازحين يعدون بعدد الأصابع الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي والأخوة في مركز الملك سلمان وبعض الجهات العاملة التي لا ترقى كما قلت حجم المعاناة والمأساة الموجودة لدينا في الساحل. نعم، لكن سيد عادل، يعني هناك معلومات كثيرة حول الوضع الإنساني في محافظات الساحل وحول وضع النازحين بشكل عام، وعلى وجه التحديد يعني نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن حيس تحديدا هذه المحافظة. يعني ربما كان حسب ما صرح معنيين من أبناء يعني محافظة الحديدة ومن يعني لهم مسؤوليات في الجانب الإغاثي، بأن ما يصل هذه المناطق من إغاثة من مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر يعني هو 4 سلال غذائية خلال السنة، وهي لا عبارة عن قليل من الطحين والزيت فقط لا غير. يعني
أتساءل هنا، هل تحسن الوضع عما كان عليه سابقا أم أن الوضع في هذه المناطق حيس وغيرها يذهب إلى الأسوأ؟ حقيقة المأساة والعدد الكبير من النازحين في المديريات المحررة وأخص منها مديرية الخوخة وحيس والتحيتة، لا يمكن للإخوة في مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي الإيفاء بكامل الاستحقاق للنازحين، وإن كانوا هم الوحيدون المتواجدون حاليا في الساحل، لكن هناك منظمات كبيرة جدا أمثال برنامج WFB وهم المعنيون الحقيقيون. ما قدمه مركز الملك سلمان سيد عادل والهلال الأحمر هل يرقى إلى مستوى حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم؟ بالنسبة للإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي والإخوة في مركز ملك سلمان، نعم، هم الوحيدون الآن متواجدون معنا في الساحل. هناك نزوح مستمر وهناك حالات طبيعية تطرأ بين الحين والآخر، كما حصل في الفترة السابقة من هطول أمطار وكذا. لا نستطيع أن نقول بأن الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر ومركز ملك سلمان بأنها تفي بحجم الاستحقاق الكبير للنازحين، ولكن هناك جهود مبذولة من قبلهم حقيقية تقدم، وآخرها في حتى الساعتين الماضية، ونحن على تواصل دائم بهم، وهم الآن الوحيدون المتواجدون في الساحل، وهم الوحيدون الذين يقدمون الخدمة الحقيقية للنازحين. لكن ما أحببت أن أشير إليه، لابد وأن تتجه جميع المنظمات العاملة في هو الجانب الإنساني هنا حديث كثير سيد عادل. النازحين في سيد محافظة عادل الحديدة حديث كثير من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني في اليمن، يعني تتحدث عن الساحل الغربي بحضورها ويعني بتقديمها وبذلها جهود كبيرة. أنتم كيعني معنيين أو متابعين لما يحدث في الجانب الإنساني على مستوى مناطق النزوح في الساحل الغربي، كما سمعت منك أنه مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي متواجدين ويعني بشكل دائم لديكم تواصل معهم، بالنسبة لبقية المنظمات التي تتحدث بشكل دائم عن وجودها بالساحل الغربي وعن تقديمها المتتالي والمتتابع للخدمات للناس. نعم، هناك مشكلة حقيقية تؤثر بالسلب على العمل الإنساني والإغاثي في الساحل الغربي، وهي تعدد المسميات الحكومية الرسمية التي هي في الأصل لها المسؤولية الكاملة جدا. هناك اللجنة العليا للإغاثة، هناك الوحدة التنفيذية، هناك، لكن بسبب تعدد المسميات واختلاف الصلاحيات أدى في الأخير ذلك إلى وجود يعني شرخ ونقص كبير جدا في العمل الإنساني. لابد حتى لنكون واقعيين أكثر، لابد على الحكومة أن تتوجه بعمل جاد وصادق، وهي أن تخصص جهة مسؤولة عن النازحين وعن المنظمات وعن تواجد المنظمات وعن التدخل الطارئ والمباشر للمنظمات إلى الساحل الغربي. نحن بصفتنا في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية لمحافظة الحديدة نقوم بدور، لكن هناك جهات أخرى عليها مسؤوليات كبيرة جدا بالصفة الرسمية الموكلة إليها من قبل رئاسة الوزراء، وهي الوحدة التنفيذية وكذلك والوحدة التنفيذية. لابد كما قلت إذا أردنا أن يكون هناك عمل جاد وصادق نخدم من خلاله النازحين، أن يتم توجه صادق من قبل الحكومة في وضع مشكلة نازحي محافظة الحديدة في المديريات المحررة إلى جمع الجميع. نعم سيد عادل، لم تجبني على نقطة هنا فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية وحضورها. أنت كما أكدت بأن مركز الملك سلمان والهلال الأحمر
يعني لهم حضور واضح في الساحل الغربي. بالنسبة لبقية المنظمات ما مدى حضورها؟ يعني هناك تصريحات عن أن هذه المنظمات تقدم الكثير وأن يعني الناس يعني يجدون خدمات بشكل مستمر ومتواصل، هل بالفعل بقية المنظمات الدولية متواجدة ولها أثر كبير عائد على الناس في الساحل الغربي؟ في حال إذا قلنا أن هناك منظمات دولية أو محلية كبيرة جدا متواجدة في الساحل فلا نستطيع أن نقول بأن هناك مشكلة، المشكلة قائمة، هناك غياب شبه تام، وإن حصل بعض التدخل من قبل المنظمات التي ذكرت بأن لها تواجد في الساحل فهو تدخل على استحياء موسمي بسيط جدا. نعم. لا يفي حجم الاستحقاق المفروض للنازحين في الساحل. هناك تدخلات لبعض المنظمات امثال الاخوه في الدي ار سي و اليونيسف والاخوه في المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين التي قامت بدور كبير جدا في مساله ايواء النازحين وتوفير بعض مستحقات بعض ادوات الايواء، لكن هناك ما زال هناك نقص كبير جدا. ما تم تقديمه في المرحلة السابقة كامل أتت عليه الأمطار والسيول الجارفة وأتلفت للنازحين خيامهم والمواد الغذائية المتواجدة لديهم والمواد الإيوائية، وبات لدينا أكثر من 2400 أسرة نازحة باتت معرضة للأوبئة والأمراض التي تتزامن مع هطول الأمطار. ولا ننسى أن ننوه بأن هذه الأيام هي مواسم لانتشار البعوض والأمراض الناتجة عنها. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عادل، سأعود إليك، وإنما سأذهب الآن لضيفتنا السيدة حياة الذبحاني ناشطة في المجال الإغاثي والإنساني. سيدة حياة، أسعد الله مساكي بكل خير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيدة حياة، نتحدث اليوم عن العمل الإغاثي والإنساني، يعني كيف تأثر العمل الإغاثي والإنساني بما تشهده البلاد من اضطراب متزايد ومتنامي ووصول هذا الاضطراب مؤخرا إلى مغادرة الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن وغياب سلطة الدولة في أكثر من محافظة؟ نعم، بطبيعة الحال دعنا نعود إلى المشكلة منذ البداية. الشعب اليمني في حقيقة الأمر للأسف الشديد كما يقال هو يعيش الفقر والجوع منذ عهد علي عبد الله صالح. نعم. زادت الأوضاع مأساوية وزادت الأوضاع الإنسانية اضطرابا بسبب الحرب التي شنتها كذلك الميليشيات المخلوع صالح والميليشيات الحوثية. الشعب اليمني يعيش أكثر من 80% منه تقريبا تحت خط الفقر. نحن أمام مجاعة إنسانية كارثية تهدد اليمن. لا وجود للمنظمات الإغاثية والإنسانية العالمية بما يوازي حجم المعاناة والمأساة في اليمن. في حقيقة الأمر سقطت أقنعة هذه المنظمات التي تتشدق بالإنسانية وبحقوق الإنسان وبحق الإنسان على الأقل في الحياة الكريمة. نحن أمام منظمات في حقيقة الأمر تاجرت بمعاناة الإنسان اليمني. هناك بعض المنظمات تعمل في المجال الإنساني في اليمن ولكنها للأسف الشديد لا تجد متابعة وجهة رقابية من الجهات الحكومية على الأقل. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نجزم بأن ليس لها دور مميز ومسؤولية متابعة مثل هذه المنظمات وكذلك القائمين على هذه المنظمات. دعنا نتحدث أخي الفضل عن الحملة التي أطلقت قبل فترة وهي حملة وين الفلوس. هذه الحملة التي أطلقها كثير من الناشطين المحسوبين على العمل الحقوقي والإنساني في اليمن. هذه المنظمات سبب فسادها الكبير في استغلال معاناة المواطن اليمني. نحن أمام منظمات وكذلك مرتزقة للأسف الشديد من أبناء الوطن يتاجرون بمعاناة أبنائهم وإخوانهم المشردين والجوعى.
نحن أمام منظمات لا تعير المسؤولية التي استؤمنت عليها في القيام بهذه الواجبات الإنسانية. لدينا بعض المنظمات، دعني أتحدث مثلا عن مدينة عزة التي عاصرتها وعشت فيها 5 سنوات من الحرب. غابت هذه المنظمات تماما عن توفير خيمة واحدة لنازحي الوازعية وبلاد الوافي ومنطقة الصل وتبيشع وكثير من القرى التي نزح منها المواطنين إلى تحت الأشجار. هذه المنظمات لم توفر حتى كما ذكرت مسبقا مجرد خيمة. هذه المنظمات سقطت أقنعتها، ونحن كناشطين في المجال الإنساني والإغاثي نقول بأن هذه المنظمات هي شريكة كذلك في تجويع وإلحاق الضرر بالمواطن اليمني. عبث كثير حدث من خلال هذه المنظمات التي كانت ولا زالت ومستمرة في هذا العبث. كثير من هذه المنظمات للأسف الشديد لا توجد لها حتى مجرد مقرات، يعني يعمل من دكان صغير أو من غرفة نوم ويرسل تقارير إلى تلك المنظمات، وبعض الصور التي يذهب لتنفيذها في بعض القرى، و في حقيقة الأمر يتقاضى على ذلك ملايين الدولارات. كثير من المنظمات نحن نشرنا أسماءها هي تتاجر لأبناء الوطن. أنا أتحدث هنا عن مدينة عز، وكذلك يشابه هذا العمل ما يشابهه في المحافظات الأخرى. لذلك نحن نتمنى إيجاد لجنة رقابية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتابع سير هذه المنظمات والقائمين على هذه المنظمات. أنا في ذات مرة تحدثت عن صفحتي في الفيسبوك عن مجرد موظفة سكرتيرة تستلم راتب 11,000 دولار، يعني وأتى إلي الخبر من مدير المنظمة. قلت له لماذا تستلم 11,000 دولار؟ فقال هي المديرة وهي المشرفة وهي المنفذة وهي الموثقة وهي كل شيء في هذه المنظمة. هذا عبث. طيب إلى جانب العبث سيدة حياة، يعني إلى جانب العبث الذي وصفتيه من قبل العديد من المنظمات، أيضا هناك يعني تصريح للسيدة ليز جراندي تقول بأنه إذا لم يفي المانحين بتقديم ما التزموا به سيتم إيقاف العمل الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل عام. يعني ما مدى تأثير هذه الخطوة إذا ما تمت؟ نعم، أنا تحدثت مسبقا بأن ما يتم تنفيذه من خلال هذه المنظمات ربما لا يساوي 5% من الأموال المرسلة. يعني أتحدث هنا مثلا عن منطقة السربة في ذبحان. هذه المنطقة أصبحت لها مقر للمنظمات التي تعنى بهذه الجوانب، سواء الجوانب الصحية أو التعليمية أو حتى الإغاثية. لديهم السيارات الفارهة ولديهم كذلك، يعني لك أن تتخيل أن يعني المؤجرين في مثلا في منطقة ذبحان خرجوا من بيوتهم لكي يؤجروا لهذه المنظمات ما يقارب 5,000 دولار و6,000 دولار، متاجرة بمعاناة المواطن اليمني. ليس هناك كما ذكرت وأكرر مرارا وتكرارا جهة رقابية على هذه المنظمات والقائمين عليها للأسف الشديد. نحن أمام كذلك متاجرة عبثية من يديرون هذه المنظمات. كثير من هذه المنظمات يعني لا توجد لديها الرقابة الكافية عليها، فلذلك هم يسرحون ويمرحون بمعاناة المواطن اليمني وهم مستفيدين في حقيقة الأمر. هم يعني نحن نعتبرهم في حقيقة الأمر مجرد شلة وعصابة ومافيا تتاجر بمعاناة المواطن اليمني. المواطن الذي لا يجد كثرة خبز، المواطن الذي لا يجد خيمة أمين في العراء، المواطن الذي لا يجد علاج مجان، المواطن الذي لا يجد قيمة تعليمية أو مجرد دفتر وقلم وشنطة. يعني لا، يعني لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى العبث الذي رأيناه. نعم، لكن سيدة حياة، يعني من خلال سيدة حياة من خلال النظر للعمل الإنساني والوقوف على يعني السنوات الماضية، تقييمك للعمل الإنساني والإغاثي، هل يعني في تحسن وهناك يعني عائد كبير ملموس على الناس، أم أن الوضع يذهب إلى الأسوأ؟ نعم، يبدو
يبدو أن هناك مشكلة وفقدنا الاتصال بالسيدة حياة الدبحاني، سنعود لها مرة أخرى، ولكن سنذهب الآن لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية السيد عادل. سيد عادل، نعود بالحديث عن نازحي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة. يعني هناك أحداث ومستجدات أخيرة حدثت في العاصمة المؤقتة عدن وأبين وصولا إلى شبوة، و كما نعرف أن هناك عدد كبير من النازحين من أبناء الحديدة متواجدين في عدن وفي لاحج وفي مخيمات كثيرة في المحافظات الجنوبية. ما حدث مؤخرا؟ هل انعكس على أحوال الناس في مخيمات النزوح في هذه المحافظات؟ نعم أخي العزيز، قبل أن أجيب على سؤالك أحببت فقط أن أرد فقط على الأخت حياة في رد بسيط جدا. تفضل. بداية أنا أؤيدها في كثير من كلامها التي ذهبت إليه، ولكن أحب أن أنوه بأن حملة وين فلوس هي كان بشكل مباشر كانت موجهة حول المنظمات الدولية والتي هي بعناية الإخوة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. نعم. ولذلك أقول هناك أكثر من جهة حكومية رسمية تعمل في الجانب مختصة بالجانب بالعمل الإنساني والإغاثي، ولذلك نجد هناك حلقات مفقودة ما بين وصول الإغاثات من الممولين والمتبرعين إلى النازحين. تعدد الجهات هي الحلقة المفقودة والتي يجب على الحكومة أن تعي ذلك وأن تبدأ بإصلاحات واتخاذ إجراءات يعني خطوات. نفهم سيد عادل أنه مع كثرة الجهات فقدنا من هو المسؤول. هناك أثر للتدخلات الإنسانية في اليمن. وأما بالنسبة لتصريحات ليز غراندي أن نقولها بكل مصداقية وشجاعة، لن يتأثر الوضع الإنساني في اليمن في حال ما إذا توقف الإخوة الممولون أو المتبرعون أو التعهدات والالتزامات الدولية، لأنه للأسف كما ذكرت الأخت حياة وكما نلمسه واقعا ملموسا في الميدان بأن لا شيء، يعني لم يلمس الناس أي شيء حتى يخافون من توقف عمل هذه المنظمات. ما يمثل نسبته 5% أو 10% من التزامات المتعهدون والممولون للجانب الإنساني في اليمن. لدينا خطة استجابة قيمتها 4 مليار و200 مليون إلى الآن. نحن سيد عادل، الشهر التاسع ولم نجد مشاريع ملموسة للإخوة النازحين في الساحل. نعم. بالنسبة للنازحي أبناء الحديدة المتواجدون في محافظة عدن ولاحج أبين الضالع، هناك تضرر ملحوظ جراء الأحداث السياسية المتسارعة. نعم. التي فرضتها المرحلة هنا في محافظة عدن وبقية المحافظات. شاهدنا العديد من الحالات ورصد من الانتهاكات التي لم تكن ذات مرجعية أو جهة معينة، وكثير منها كانت بحسب تصرفات شخصية. نعم. عدائية من أشخاص، لكن لم تكن ترقى إلى مستوى أن هناك جهة ما أو جهة حكومية أو رسمية أو غير ذلك هي التي تسببت في مثل تلك حوادث تعرض لها النازحون. نعم، لكن سيد عادل يعني أشرت هنا إلى نقطة مهمة، هو أنه يعني لا يوجد خوف من يعني تصريحات ليز غراندي في مسألة توقف عمل المنظمات، بمعنى نفهم منك أن الناس لم يلتمسوا أي شيء من هذه المنظمات حتى يخافون على غيابها. نعم، إذا كنا ما زلنا نعاني من كثير من مشاكل الحصول على المياه النظيفة والإصحاح البيئي، المشاكل الصحية، المشاكل الإيوائية والغذائية للنازحين. نحن في محافظة الحديدة تقريبا نمثل أكبر عدد نازحي في جميع المحافظات. أنا لدي في مديرية الخوخة فقط ما يقارب 8000 أسرة نازحة، يتوزع عدد ما يقارب نصف العدد في مخيمات ومراكز إيواء. معي هنا في محافظة عدن 7840 أسرة نازحة.
في 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 محافظة لحج 6400 أسرة نازحة، آلاف الأسر، عشرات الأسر من أبناء الحديدة إلى الآن لم يجدوا أو يلمسوا الخدمات أو المشاريع التي قد تخفف عنهم أعباء النزوح، سواء في المحافظة الجنوبية أو على مستوى أو في الساحل الغربي، وهم الأكثر تضررا نظرا للبيئة الجغرافية التي يتواجدون فيها. نعم. طيب بالنسبة لتعدد الجهات التي تمثل الجانب الحكومي وتمثل أيضا الناس في مسألة التخاطب مع العديد من المنظمات سواء الدولية والمحلية، التساؤل هنا هل يمكن القول أنه مع هذا التعدد الكبير للجهات ربما نفقد من هي الجهة المسؤولة التي يجب أن نتخاطب معها عن حول يعني تقصير هذه المنظمات والجهات المانحة؟ نعم أخي، كما أشرت وذكرت سابقا بأن تعدد الجهات المسؤولة الرسمية عن العمل الإنساني والإغاثي، نعم، سواء في عدن أو بقية المحافظات أو بالخصوص في الساحل، أوجدت شرخ كبير جدا بين وحلقة مفقودة بين وصول المساعدات من المنظمات إلى النازحين. هناك مشكلة حقيقية جدا، وقد عرضنا تلك المشكلة على الإخوة في اللجنة العليا للإغاثة المتمثلة بالدكتور عبد الرقيب فتح والأخت معالي الدكتورة الوزيرة الدكتورة إبتاج الكمال، التي أنا أحد مدراء عموم موظفيها في المحافظات. لابد حتى نستطيع إيصال وضع الرقابة والإشراف العام على المنظمات بالنسبة للشؤون الاجتماعية والعمل والتي هي تختص بالمنظمات المحلية، هناك عمل ملموس عليها. لكن فيما يتعلق بالمنظمات الدولية التي هي مسؤولة عن التدخل وعن رفع بالمشاريع وعن التمويل، عندما نصل إلى مرحلة الإشراف أو طلب بيانات أو برامج تدخل هذه المنظمات في المناطق يتم هنا المسؤولية الحكومية تقع على عاتق أي جهة، على التخطيط، نحن نتبع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نعم، أو الوحدة التنفيذية. نعم، كيف تقيمون أداء ودور وزارة التخطيط فيما يتعلق ب التواصل والتخاطب مع هذه المنظمات؟ هل يعني ما تقدمه هذه الوزارة يعد مرضي وكافي يعني لكل متابع ومراقب للعمل الإنساني والإغاثي؟ في المرحلة الأخيرة تقريبا من بداية شهر 1/2019 وحتى الآن هناك تحسن ملحوظ في أداء الوزارة. تواصلنا كثيرا بالدكتور نجيب العوج والدكتور نزار، ويعني هناك تواصل كبير جدا، ولكن هناك كما ذكرت الطريق الموصل إلى المنظمات سواء كان عبر التخطيط والتعاون الدولي، عبر الوحدة التنفيذية وأجهزتها أو مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ما زال هناك قصور كبير جدا. نعم. وإن كان شهدنا تغير بسيط جدا في إطار العمليات العمل الإنساني والإغاثي. أشكرك. لكن لن يتم تجاوز المرحلة إلا إذا طرحنا الأمر وتدخل مكتب رئاسة الوزراء والدكتور معين لوضع حلول عاجلة حتى يتم تجاوز المرحلة. جميل. والتخفيف من حالة النزوح التي يتعرض لها النازح في أي محافظة كان. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالحديدة، نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، شكرا جزيلا لك. وأعود مجددا للسيدة حياة الذبحاني، تعود إلينا من مسقط مجددا. سيدة حياة، ربما يعني قبل أن يقطع الاتصال كنا نتحدث عن تلويح السيدة ليز غراندي بإيقاف عمل المنظمات الإنسانية في حال لم تقدم الجهات المانحة ما التزمت به
من التزامات، وبالتالي أيضا من خلال المستجدات الأخيرة على الواقع في المحافظات الجنوبية، هناك أيضا كما نسمع بين فترة أو يوم وآخر تلويح إماراتي بانسحاب الإمارات وإيقاف دورها في ما يتعلق بالأحداث في اليمن، وبالتالي إذا ما تم هذا الأمر هل سينعكس الأمر بشكل سلبي أكبر على أوضاع الناس؟ نعم، كما ذكرت مسبقا بأن انسحاب مثل هذه المنظمات لم يؤثر كثيرا على الساحة اليمنية، لأن هذه المنظمات كما تحدثنا مرارا وتكرارا لم تقم بالأدوار الأخلاقية والإنسانية كما يجب في مناطق الصراع التي من المفترض أن تعمل فيها مثل هذه المنظمات، التي من المفترض كذلك أن تخفف العبء على المواطن الذي هرب من قسوة الحياة والفقر والجوع والحرب. نحن أمام منظمات للأسف الشديد تتاجر بمعاناة المواطنين، لديها أنا أعتبرهم كعملاء ومرتزقة كذلك من أبناء الوطن للأسف الشديد، وأنا يؤسفني أن أتحدث عنهم بهذه اللهجة لأننا رأينا بأم أعيننا متاجرة بمعاناة المواطن اليمني بالتحديد الناس النازحين في المدارس وفي الوديان وفي الأماكن الغير صالحة للسكن الآدمي للأسف الشديد، بسبب عدم وجود رقابة كافية وبسبب عدم التنسيق المباشر ما بين وزارة التخطيط وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن كذلك أمام منظمات للأسف الشديد تعمل تحت غطاء إنساني، وهي في حقيقة الأمر تقوم بأعمال تخريبية في اليمن مستغلة فقر وجوع الناس. هناك تقارير كشفنا جمعيات وكذلك منظمات إماراتية تقوم بأعمال إنسانية تغلبها كذلك، وهي في حقيقة الأمر تسعى من ورائها إلى أعمال تخريبية وإلى استغلال جوع وفقر الناس وتحشيدهم لأجل تحقيق مآرب للأسف الشديد في المناطق التي تسيطر عليها كما كشفت بعض التقارير. نحن نتمنى من رئاسة الوزراء الانتباه وكذلك توسعة الجهود لأن توقف مثل هذه المنظمات كذلك التي تعنى كذلك بتخريب البيئة اليمنية أساسا قبل الجوع والفقر، هي تقوم بتخريب أرض الوطن بنشر بعض المرتزقة الذين يعملون تحت الغطاء الإنساني، وهم في حقيقة الأمر كما صرحت التقارير بأنهم ضباط إماراتيين للأسف الشديد، ومعهم كذلك ما من يوجه وينسق لهم تحت الغطاء الإنساني في كافة أنحاء الجمهورية. أنا أقول من هنا الشعب اليمني يموت جوع ويأكل تراب ولا أن يفرط في جرة من الوطن الغالي. اليمن مليئة بالثروات مليئة بالخيرات لكننا للأسف. طيب سيدة حياة، هناك تلويح، هناك تلويح من الجهات التي تتحدثين عنها بإيقاف أنشطتها ربما إذا ما يعني تفاقم الأمر وتصاعد الخلاف، هل سيكون لهذا الأمر تأثير كبير على العمل الإغاثي والإنساني على مستوى البلاد؟ أنا كما ذكرت مسبقا بأن الشعب اليمني سيفضل أن يأكل التراب ويموت جوعا دون أن يفرط في ذرة من تراب الوطن الغالي. الجوع والفقر الحقيقي هو في أن يسلب الإنسان حريته، يسلب كرامته، يذل ويهان من أجل كثرة خبز تمنحها تلك المنظمات أو الجهات الداعمة. نحن بلادنا مليئة بالخيرات وبالثروات، نحن نأكل مما تزرعه أرضنا، نشرب من مياهنا الجوفية، لدينا ثروات ولدينا جميع ما لذ وطاب في هذه البلدة الطيبة، لكن للأسف الشديد لدينا قيادة غير مسؤولة ولدينا للأسف الشديد وزراء ونخب سياسية لم تقم بالأدوار المناطة بها في تحقيق الأمن الغذائي على الأقل للمواطن البسيط الذي لا يعلم ما هي السياسة والذي لا يعلم ما هي دهاليز الحكم، هو يتمنى أن يأكل رغيف خبز ويتمنى أن يجد الخدمات البسيطة. نحن نتمنى أن تتفعل أجهزة الدولة الرقابية مثل هكذا منظمات، نتمنى كذلك من أبناء الوطن أن يكونوا يدا واحدة للوقوف ضد هذه المنظمات التي تعمل تحت ستار الإنسانية، وهي في حقيقة الآن تعمل على
تخريب الوطن. نتمنى كذلك من المنظمات من الجمعيات الخيرية والتكتلات الشبابية والنسائية الفاعلة في المجال الخيري والإنساني الاستمرار في مثل هكذا أعمال، ونطلب كذلك من فاعلي الخير الاستمرار في دعم إخوتهم الذين يموتون جوعا حاليا في اليمن. الفقير والمحتاج يحتاج من هؤلاء الخيرين ومن تلك الجمعيات أن تقف معهم في هذه اللحظة، ستنتهي الحرب وستقلع أوزارها وسيعود الوطن الغالي بطموح أبنائه الذين كما ذكرت مسبقا يفضلون الجوع على أن يباع تراب وطنهم الغالي. أضف كذلك إلى أن مثل هذه الجمعيات يجب أن مثل هذه المنظمات يجب أن تقف عند حدها وأن تعلم بأن هناك كذلك ناس من لن يبيعوا وطنهم الغالي بقليل من حبوب القمح أو بخيمة أو كما ذكرنا مسبقا بأبسط الأساسيات التي يحاول هؤلاء المستغلين استغلال الشعب اليمني واستغلال كذلك الجهل والفقر المدقع الذي يعيشه أبناء. شكرا لك سيدة حيات. هذا المر وسينتصر الوطن وستغادر هذه الوجوه القديمة أرض الوطن الغالي. نعم داهمنا الوقت. شكرا لك سيدة حياة الدبحاني ناشطة في المجال الإنساني، كنت معنا من العاصمة العمانية مسقط. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج ومعد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق لكم التحية من الزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى نترككم في أمان الله ورعايته.